السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتشر مقطع لبعض الشيعة في العراق وهم يقولون لن يصيبنا فيروس كورونا، فنحن في أماكن مقدسة وجنب الأولياء الصالحين، جنب الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، وجنب أبا الفضل وما إلى ذلك من هذا القبيل. لو أمراض الكون كلها ما شكل عدي ذرة ذرة بخوف، وجيب مريض هسه خلوسه بحلقة إذا يحب الحسين، وأقول له فنك تعديني، خلي عندك ثقة بمعصومك. من كل مرض حدر شفاني بعطفه، العند علي ما ينتل المستشفى. هؤلاء قلت لواحد منهم انتم سبحان الله على هذا الشرك، وهم يندبون ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، ويستغيثون بموتى يطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الظفر. ثم قلت في تغريده سبحان الله على هؤلاء المشركين، قال لي احد الشيعة ليش تقول علينا مشركين؟ طيب ايش هو الشرك في مفهومكم انتم؟ ايش هو الشرك في مفهومكم؟ ما هو الفرق بينكم وبين المشركين؟ قال لا، نحن ما بس نحن لما ندعوهم نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يشفينا وان يعافينا، لانه لهم منزله عند الله سبحانه وتعالى. طيب ايش الفرق بينكم وبين المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بس نحن ندعوهم ونصرفهم العباده لان لهؤلاء مكانه عند الله سبحانه وتعالى، وبهذه المكانه سيشفعون لنا وسيشفونا. النفع والضرر هو بيد الله سبحانه وتعالى. كم بينكم وبين الله من مسافه حتى تصرفوا هذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟ والله هو القائل في كتابه الكريم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين قال في كشف الشبهات: قبح الله رجلا أبا جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: اسأل، تشتينا نعطيك الملك، تشتينا نزوجك، زوجناك أحسن النساء، تريد المال جعلناك أكثر، قال لا، أعطوني كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. قالوا إلا هذا. ليش رفض أبو جهل؟ لأنه كان يعلم أن للا إله إلا الله مقتضى، وأنه سينزل مباشرة، سيخرج من ذلك المجلس ليكسر الأصنام ويتخلى عن عبادة الأوثان وعن الدعاء. فلذلك فهم أنها ليس مجرد كلام، تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد غير الله وتطلب العون من غير الله وتستغيث بغير الله وتطلب الشفاء من غير الله سبحانه وتعالى، ثم تقول ليش تقول عني مشرك؟ أنت مشرك، بل أبو جهل أفضل منك، وأبو جهل أعلم منك وأفهم منك بلا إله إلا الله، هذه الكلمة التي لها مقتضى، لا لم تفهمها ولم تعيها أيها الجاهل. من كل 10 يروحون 9 خلي يوصل 1. لا تدع زيارة الحسين. لا والله ما تمنعنا بد.